بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفرحد وين وإلهي تبارك وتعالى اللغم هذا عليه كلن كان عاوة وقال هذا بورما وجوهدا لن يرد أبدا لمساج كسوب وحسي رقية دمر با إلهي وحا ويدي سنة تبارك وتعالى إن وين وافتشيو إخلاصك وحي عن مقالنا عمل فلكي سي انتفاع سيسا الله تبارك وتعالى وإن وافتشيو معي النبي جينا صلى الله عليه وسلم وحوكد عيسان شري اللهم علمني ما ينفعني إله واحد برتا وحي أنفعه دعادي سي وحا كم ذها اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع إلى وحن مغن كاغا أهي أقون إي علمي أن وحبا أنفعي والروح أن وحبا كبدلين مركا وحي أن مقالو إلهي تبارك وتعالى يا وحن برنبا إلهي بانو يدي سنة إنو لوافتشيو انتفاع سيجيسا إي عمل فلكيس موضوع السيدة الشيخ الشيخ ويعاو إن شاء الله تعالى كولا كينا فقه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى دعوة دا وإله دين تسين لفافية وخير كالفرو حمانتنا للريب وفريضة واجبة وواجب مرنا النقطة واجب كفائية أو مدى قار كم إذا اللغة بهاي هذا يكوض تكتنا خلط بعضعي ولا دنبابية هذه قار كم إذا إسو تاغان دنبقي وكدعي مرنا وحي نقطة فرض عين أو مر بي أذيك قارهان لازم كغن نقنس إن دينت إلهي تبارك وتعالى الله فافيه وخيرك الله فافيه حمانتنا للريبه وأرين مهمة وأرين إلهي كتل مامي إن الليبان كينش سيد ربي قرآن كينو الشيقي ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون كوح إن لدينك هلوي كوح خير كدتك أويادة وناك فرته حمان تربت كوى أمبان الليباني وأليل تبارك وتعالى ومدى النبي صلى الله عليه وسلم محمد يدعى ومدى هاي أبو خير بدنته خير كيدون وحو كتشرا إن إلهي رسالة دي سحن بارتو أو أي فافيسو يفيدسو سيد إلهي قرآن كينو أغشيكي كنتم خير أمة أخرجت للناس
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ومدل بحي الله صاري أياد خير بدنتين وضدك الله صاري خير يدو حقيقة جرتا حالة داد خير كليده ومركاد وناق فريسان حمانتنا الريبيسان الله نرمينيسان دي تال ليدين كوايو خير يدي نوالو ميسا خير يدو أمدني وحيكو جرتا مركا إني أديك إلهي الدين كيس تبارك وتعالى سانك سنة ولا ليال وما ذي هنا قهري ريبني إسرائيل إسرائيل وكله نبي مركو دينتو نبي باكدن بينشري رسول باكداشي لسو ديرتشري إساقا حلقا قادتشري دين تفافين تيدا يسو تاقتشري لكن أما دينا إلهي وحو قدري تبارك وتعالى هل رسول أولا قدن بينين إنا يالاتو نبي محمد مركو قيريوضي صلوات ربي والسلام عليه حلكي وحلو ريغي أمديس صحابة دي أقوه الرئيسة وحلكي لو ريغت أيها قباد دين تفافين تهدي كهول قلي مشرقية مغربية كارسية حلكي وحكو ريغي تابعين تيو صحابة دي أرضو أها ساسي أمدو حلكي مسؤولية دي أكلا نحشي إلا إنك أي إنسو كاردي مسؤولية دي مركة إنك أي إنسارن تهي وعدك لو إلهي أصو دير أي مجرتي إنك على الرباء إن دين ربي تبارك وتعالى فافنه خير كفرنه وناقنا أن ضدك أغيرنه وحي حمانه إلهي تبارك وتعالى دين كي سكو خلدنا إن لغا هرتغو أو لرهبه سيدي لغو يرين لها أما لغو ترتير لها لغو بابي إن لها بد بادة أمدنا سيدا سو كجرا أمدنا هذا يكتك تمسولية دا أيضا يعضو وحاكر دلنا إياه خلت كلا السمين يا دتك قارنا أي سمين يا قارنا أي كفير سنة يا قاردم بيجي بيجلي يا عصيان كي بيجلي يا قارنا كمر ريب يا أنا وي كفير سنة يا وحي كيني سا هل كا عقوبة كدلت إني كل جود وضع سامي سوي هلكت والنبي قال الصلوات ربي وسلام عليه وكحديثك صحيح كم مثالي تدك وناك فريا تدك إلهي حدود ديسة كتاقن إيكو حدود التلاوة ياي تصالى النبي قحوك بحي صلى الله عليه وسلم وحي لم يديهن سيدي دد دون وضفولي أوكالي دون تو الله وضبق ولو قري تورتي قول الضبقي هو سي قري قد أصو بحيو هلين قولنا الضبقي سري هلين دون تي بالفولي كدبنا دون تي حرق فرطي بدوين تدحدي إذا مركي مريس قلدي دبق هو سكوتشرتي وحي أباه ذين إني بيهلان كدبنا هوس بيه كما درسن كران ويفولين دبقي كريتين بيه بيهالكا كسو درسدين قلدي دبق السرسار نيت أيا وحي إله ذين نميو إذين ما أقلين عن الدبتان وبيهنا دميشا كدرسن إيسان وان نقول دبتين إذين ما أقل مرضو بينات كرسو آداء وربيه عن دانسان الندايا مايا قولا دي هوس با إساقد دقين ميشو دي ويتاقين ويتشادين مرك حيلا دان ور نقا با قولا دا بيها وقردو بي ودى بيه هوس دي نبا كردو يهن آن دولاشان نو حلق حلق نقا هوس إيس هاير انتان دوليلين حلق نان بيها كسو ترسل محاما كور إنوك عين يو وعن نبي قول صلى الله عليه وسلم قولا دي دبق كورسار نايد قوان كا اي قاتن كو هوس مرك اي كور هلان حدي كعنت قبطان ويرادان وريهن هلاغينا واي كعليا وخي اي ربين نبي وخر صلى الله عليه وسلم نجو ونجو جميعا ضمانتد وا بدبادايا دونتي وا بدباداي سكدي من لوادي قلب وا بدبادايا حدي سيرادان فرحه كقادان ايغي وخي ربان اسو دايا ويرادان ميشاد كغاشان بان كغلينا دوليليا ما دعايا دونتي وي دوليلينيان دول الدوليليو بيه سوء غلينا هبل با دنبي لها ما تقانو بيه هاي غليسا كي كوريئن دنبي غلاهاين إيه كان هو سبوا وده هلاك سميان معناها سو نبي صلى الله عليه وسلم تصالها سو كبحيو معناها دو وحوي مرك الله فصيرو نونشان إنا قد حيسا ودون آن وده سارن نه نبت قليدو ودون لو وده سارن عافيماتكو ودون لو وده سارن
deegaanka iyo horumarku waa doon la wada saaran yahay masalixda guud ee dadka ka dhaxeysa ayaa doonta la wada saaran yahay doonta dad baa duleelinaya yeyhiin waa dadka dambiyada galayo ilaahay dambiga ka galayo kuwaasi doonti bay duleelinaya dadka kale hadayna gacanta qabanina war ka daaya dhihin way faraha uga qaadaan cuquuba rabbi baa iimaanaysa tabaaraka wa tacaala ciqaabtaasi markay timaadana kii dembiga galay ku ekaan mayse kulli dadka way wada saamayn waata rabbi tabaaraka wa tacaala qur-aanka inagu leeyahy wattaquu fitnatan laa tusiibanna alladiina dalamuu minkum khaasa cuquubadu markay timaado kuwii dembiga keli galay keliya ku ekaan mayso way idin wada saamayn waxa aad dhacays arkaysaana ina haysto oo dhan dembiyo la galay way dad galeen inta kalena ka aamustay ayay sabab u tahay oo ka dhalatay sidaas daraaddeed badbaadada ummaddani waxay ku jirtaa inay waajibka isu taagto oo waajibka isu kaashato oo ninka muxuu ahaay aqoonta leh aqoonta uu faafiyo oo ninka dhaqaalaha leh dhaqaalaha uu ku garab istaago oo ninka xukunka haya awoodda haya awooddii uu ku garab istaago oo isticmaalo oo ninka qalinka qalinka uu isticmaalo oo hooyadu muxuu ahay ay iyadana dowrkeediiyo kaalinteeda qaadato ummaddani jiritaankeedu wuxuu ku xidhan yahay in ay xilkaasi isu kaashato oo ay ka wada shaqayso markaasaa ilaahay barakaynaya tabaaraka wa tacaala khayraad u furaya haddii kale dhibka ka dhasha gudaheeda burbur buu keenayaa kadibna wuxuu keenayaa inay cadowgeedii dibannaankana ay u jabto uu qabsado ayadiiba ay gacan shishaya gasha ayaa ka dhalanaysa waa dhibaatada gudaha ka dhalatay ee la qaban waayey dabkaasaa hulaaqaya ilaa uu dalkii iyo muxuu ahay deegaankii iyo noloshii oo dhan dhibaato u geysto dacwadu marka innagaa ku noolo diinta rabbi oo dadka la gaadhsiiyo maslaxadeennaa ku jirta adduun iyo aakharaba taa horta waa qodob muhima inaan idinku baraarujiyo u baahan saas daraaddeed baa nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo ilaahay ugu jeclaa addoommada oo sayidulbashar ahaa shaqadiisii waxay ahayd inuu dadka khayrka ugu yeedho xumaantana ka reebo wadiifada iyo shaqadaasi marka wax ka fiican ma jiro wax la qabto oo kownka dhexdiisa ama dhulka korkiisa lagu qabto shaqada u fiican wey inaad noqoto adeege ilaahay diinkiisa u adeega tabaaraka wa tacaala wuxuu alla jecel yahay faafiya wuxuu rabbi neceb yahayna ka hortaga shaqo ka fiican oo la qabtaay ma ay jirto waa wadiifatu lanbiyaa waarusul dadkii ilaahay uu jeclaa shaqadoodii wey qodobka haddaan intaa kaga soo gudbo oo dacwada iyo ahmiyaddeeda aan intaa kaga baxo shay walba wuxuu leeyahay fiqhi buu leeyahay fiqhiga waxaa laga wadaa in la fahmo oo jidkiisii saxda ahaa la mariyo oo aan si khaldan loo isticmaalin fiqhiga macnahaasaa laga wadaa haddii aad shaygan jidkiisii gara mariso qaabkii loogu talagalay qaab aan ahaynna aad mariso markaasi yacnii fiqhigii buu gara marsan yahayoo markaa waa jid khaldan marka waxaa loo baahan yahay salaaddu fiqhi bay u baahantay oo haddii fiqhigeeda aad la imaan dee salaaddu ma saxmayso oo xajkii fiqhi buu u baahan yahay oo soonkii fiqhi buu u baahan yahay oo dacwadii fiqhi bay u baahantay oo siyaasaddii fiqhi bay u baahantay oo qoyskii fiqhi buu u baahan yahay oo mujtamac iyo bulshadii fiqhi buu u baahan yahay shay kasta jid buu leeyahay in jidkiisa la mariyo u baahan yahay hadduu jidkiisa gara maro dhibaato weyn baa ka dhalano maslaxadii loogu talagalay markaa lagu gaadhi maayo dacwadaasi marka fiqhi bay leedahay dariiqa iyo qaabka diinta loo faafiyo ee mujtamaca muslimka dhexdiisa looga faafiyo ee kuwo kaloon muslim ahayn loo gaadhsiiyo loo soo islaamiyo dariiq bay leedahay jid bay leedahay jid loo maray leedahay jidkaasina wuxuu u baahan yahay barasho u baahan yahay fahm buu u baahan yahay raadin buu u baahan yahay kadibna dabaqid iyo in lagu socdo u baahan yahay haddii la waayo maxaa dhacaya waxay isu beddelaysaa meeshii maslaxa laga rabay mafsadaa ka dhalanaysa meeshii wanaag laga rabay xumaan baa kasoo baxaysa wixii la rabay lama gaadhayo markaa arrintaa way marka arrinta muxaadaradu ku saabsan tahay waxaan jeclahay inaan dhowr qodob oo muhim ah aan dul maro qodobka ugu horeeya
ولو بهي هي داعيه انو الىاليو روح دعوده isu taagaya ka qayb qaadanaya faafinta diinta iyo dadka oo Ilaahay tabaaraka taala loogu yeero waxa ugu horeeya cilmi baa ugu horeeya al-ilmu shar'i ruuxu waxa uu faafinaya dadka u sheegaya waa inuu aqoon u leeyahay hadduusan aqoon u lahayn dibka uu la iimaan kara ka weyn waxa uu maslaxa keeni karo bimaana الداعية وإنه عالمية محو عالم كوي هاي وحدتك وقوي يري شرط ماها إنه نقضه عالم بحر وعلوم تشريع عضو وذيقان كل ماها لكن وحا ومركا دتك أشيغي وإنه أقونت هذي لي حيباها قار وحا تشرا علمية عامة ولا يقان سلاد وواجب نينك استوى يقان وردلك دتك حق درده لو غدليه اني حارانت اني ولبو يقان زينده اني حارانت اني ولبو يقان سكدو اني واجبت اني ولبو يقان تفاصيل شهده وا كا قرسومي كرتا مركا ارمه وها جيره علميه عامه بل ودا يقانو ارمها قار كودنا برش خاصي او باهن يهينو وها اد غدبينيس مركا وا ان اد اقونو لهده وا كربي تبارك وتعالى قرانك كريمك قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين جدكي وكا أنيقي إنت إرعصنا إساقان دادك أغو يرين أنقو بصيرة كدر سوغن مركان دادك أغو يرين جدك بصيرة كدر سوغن بصيرة دم حلقة ودا وعلمي حكمة دول هذا مركا علمي قادية أقوان تهدي لهاين دادك هور استاقين وحشيك نهرته وحبره وحبره وحقات قدبينيس وينات قرانيس آيات دات سوق قادانيس وينات تفسير كذا سيفي عنو قرانيس حديث كأدتك كو عدينيس وشيكيس وينات لبق ضب اسكهو بيس ومسوغين يهي هرت مركو سوقنادان وينات معنيه سسيحي كرت هدي آدن قرانيني وحقاتك وشيكيس خلادات فربادن باركار دعاية هل كاسا مركو حا إيمانيسا تتكوا الله نين أنا أقول الله إنه للربا إنه فريستو وحبرت نين أقانتي له أقانتي إنه جد بيل الدنيو لكن روحي أنا أقانت الله إن تلا ساك حيو إن دتك اللي هر استاتيو اللي هذا الدين أشيء تمحو شيء يا محو شيء يودد شيء سقي بأو بان وحلا برا أنت هذا مركز طريق صحصن ما فقه أجوه الريوح وكم الله منا يا إن دين تلا برتو ساس دراد النبي جن صلى الله عليه وسلم حجابه كحجاب الله وحجاب الله إنه دتك الدين تبره هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وحجاب الله إنه دتك آيات ككود الأخرية إنه دتك الدين تبره إنه دتك الدين تكود تربيه شقد النبي محمد وطه صلوات ربي وسلم عليه بريدة وبريه ee dadka wax barayay ardadii kasoo baxday culimadii kasoo baxday markii dambe diinta faafisay oo adduunka gaarsiisay sidaas daraadeed awl shay waxa laga marmaan ah in uu daacigu yahay waxa uu dadka u yeeray inuu aqoonteeda leeyahay hadaan aqoontii lahayn hadhiiranin oo meel aan ku qaadi karin hay isku xiriirin oo shaqo aadan lahayn faraha la galin inta aad kharibaysa ka badan inta aad hagaajinayso waxaad arkaysaa nin baa dadka hortaagan aayad mufassiraya mise aayada nambarka ku dhacay dibka gaaray waad nix waad yaabaysaa aayada jajabinta iyo tafsiirkeeda meeshu marinay waad yaabi xadiith buu soo qaadanaya mise waaba mawduuc nabiga lagu been abuurtay sallallahu alayhi wasallam ma garanayo wax waa dhaif oo nabiga kama sugna salawaatu rabbi wasalaamu alayhi markaasuu dadka la hortaagay haddana kaaga darane markii la yiraahdo war ma sugna qaadan mahay nin baa wuxuu ii sheegay masajid baa mid ka taagan baan arkay buu yiri caamaya oo dad wacdinay marka xadiis buu akhrinaya buu markaas waxaan ku yiri burwarniyo xadiiskuna xadiis mawduuca weeyo nabi ka sugnay oo been abuurada markaas aan intaan u yeeray markuu ka baxay baan waxaan ku yiri burwarniyo xadiiskani النبي صلى الله عليه وسلم كما سوقنا وابين أبو رضي
haddana horey u aqoonin ha ku noqonin mar dambe waayahay buu uga tagay maalin dambe aan waxaan arkay buu yidhi isla xadiidka laftiisii isagoo masaajid ka taagan oo haddana deliishanay laftiisii uu akhrinay marka ka soo baxay baa waxaan ku yidhi buu war maalintii hore soo kuuma sheegay inuusan xadiis ahayn waxna maxaad nebiga ugu been abuuranaysa markaasuu wuxuu yidhi waan ka shuuraynayo xadiisku inuu sugan yahay noo soo baxday walow fiirsadi ma xadiid baa shuurayn lagu sugaa oo daciifkiisi iyo saxiixiisa shuurayn lagu ogaada marka waxbaad kharibi haddiiba aadan aqoon lahayn waxaad hallaynaysaa ka fara badan nebigeennu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh muxuu yidhi balliguu cannii walow aaya igaadhsiiyo dadka waxaad iga gaadhsiisaan hal aayadna ha noqotee wuxuun dadka iga gaadhsiiyey maxaa laga dambaysiiyey intaa keliya xadiidku maaha intaa keliya maaha maxaa lagu xijiyey waxadiiuu can bani israa'iil waraa xaraj ree bani israa'iil ka sheekeeya cidhiiri iyo dhib ma lehe maxaa laga dambaysiiyey waman kadaba calaya mutacammidan falyatabawa' maqcadahu min annaar ciddii aniga igu been abuurata oo waxaanan dhihin iga yeedhsiisa oo waxaan iga sugnayn dusha iga saartana naarta meeshuu ka geli lahaa hau diyaar garoobu nabi sal ly slam ufiirso marka waxaa laga yaabaa ruuxani balliguu cannii walow aaya buu la taagan yahay laakiin qaybta dambe xadiiska haddaad fiiriso waxaa laga yaabaa wax hagaaji buu isleeyay laakiin waxbuu hallaynaya aafadu xaggee ka timid marka aafadu waxay ka timid aqoondarrada aqoondarradu marka dhibkeeday leedahay waxaa la rabaa marka fiqu dacwa ila allah wuxuu ka bilowdaa dadka aqoonta leh ee waxay gudbinayaan garanaya waa in dacwada faafinteeda iyo fidinteeda ay khaas ku noqdaan ruuxii inuu daaci rabto raba noqdo inuu daaci noqdo barnaamijka ka qayb qaatana waa inuu horta wax soo barto qodobkaasi waa qodobka u horreeya wey qodobka xigaayi waxa weeye dacwada ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu ku kulmiyey oo sideedaba ay ku dhisan tahay laba tiir labada tiir waxa weeye mid waa wixii xumaana in la inkiro ta labaadna waa wixii wanaaga dadka in la faro labadaa tiir bay dacwadu ka kooban tahay labadii tiir inaad mid meesha ka saarto oo tidhaahdo anigu khayrka unbaan dadka fari munkarkana ka hadli maayo ama inaad tidhaahdo aniga munkarka unbaa shaqadayda laakiin khayr sheegi maayo khayr dadka ugu yeedhi maayo laakiin wixii munkareen arko kaa umaan dagaal kula jira oo kii kalena kii kale ima khuseeya ayadana waxa weeye waa kafad dheellisan waay labadan kafadood baa la rabaa inaad isu dheelitirto dacwadu waxa weeyaan inkaarulmunkar iyo alamru bilmacruuf wanaagga inaad farto wixii khayra dadka ugu yeedho xumaantana aad inkirtood ka hor tagto labada qodob in laysku wadaa la rabaa ilaahay tabaaraka wa tacaala labadooda waa la isku lamaaniyo aayaddii hadda aan akhriyaynay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas maxaa ka dambeeya ta'muruuna bilmacruuf wa tanhawna cani lmunkar ha waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayr wa ya'muruuna bilmacruuf wa yanhawna cani lmunkar waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaa'u bacdin ya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani lmunkar labadaasi way iswadaan marka wixii shareecada ku khaldan oo diinta ku khaldan oo mujtamaca aad ku aragtana waa inaad diiddo oo tidhahdo war waa khaldanta munkarka waxa ugu weyn shirkiga bidcada waxaa ka mida yacni dunuubta waaweyn iyo kuwa yaryarba munkaraadka inaad mujtamaca ka baraarujto oo tidhaahdo war iska daaya war ha la joojiyo macruufkana waxaa u weyn tawxiidka sunnada waajibaadka iyo faraa'idda diinta sunanka iyo mustaxabaadka waa wixii ilaahay jecel yahay tanna dadka inaad ku baraarujood fartood tidhahdo war ha la sameeyo war ha lala yimaado labadaasi haddii aad mid meesha ka saarto waa kafad dheellisan waana manhaj khaldan waana fiqhigii dacwada iyo fahamkeedii oo meesha laga saaray wey dariiqooyinka qaar ka mid iyo ducaadda qaar ka mid a masaladaa iyadaa ku khaldan oo waxay la noqotay dadka haddiiba munkarka laga reebo dadkii baa didaya yaa falsafad ah waxay wax ku salaynayaa
وردتك هذه اللي هذا الشرك إسكت داية وبيدعد إسكت داية والدم بيدن إسكت داية هذه بدتك منكر كلا جربه دتك وعرية سيداس درادت منكر كلا ربة يهال إسكت داية ودتك خير كون هلاوشة طريقة ده طريقة صح سلمة طريقة الصح ده وحويان دتك حمانتنا هلا جبر روتشيو وحي خيري وناجنا هلا فرو الله وضع سوى إسكول لما يهي ننكي كلا قادنا طريقة واكد عصين قضب كاسين وقضب كلا قضب كحجاي وحوي إن هدف كأي وتشددة دعوة اللي قالي وينات فهمت غاية الدعوة وإله الرالي قالينتيس مركا لغي مادنا وإني دعوه السميسو فرد صالح روح وناكسن كدبنا أي هجاتيسو قيس وناكسن كدبنا أي وقودبتو مجتمع وناكسن كدبنا أي وقودبتو دولة وناكسن انتاسي وهدف انتا إني كوسو روي ودا نعكرت وهل روح بقى كوكو ليسن ويد لابا الروح با وحبا كاقادم ويا اذيك إدن نابا كيليقا أدكو سوحر تانا وحويان حداد وحبا حقي چنكري ويد ما آدم فشل مني هدف كلات شرا هدف كلابا دي وحوي إناد إلهي أكتيس عذر دار هشو صوحيلكو مسارني لابا مدوا إناد هشو ربي وحيلكي وانقوتي إن لا يقع تو لا يرمي ولا يرعنا تهولك عنت إذا كشر تما أهين أنت سيحضر دار بيكوته وأنا أقول وين إن هذا إلهي أكتي سبب بعده هذه أنت وح كبر نكوس وروضه ضد أي كرعان ودعوة ذي قاتان ومريه أدركتنا وتلك عاجل بشر المؤمن وبشارة المؤمن كوسودك دكتيوه نبي جينا صلوات ربي وسلام عليه وحينوش يا يأتي رجل ومعه رهط ويأتي رجل ويأتي النبي يأتي النبي ومعه رهط ويأتي نبي ومعه رجلان ويأتي نبي ومعه رجل ويأتي نبي وليس معه أحد ما ننت قيام هذا النبي دم أو إلهي الدريب إيمان دون نبي قاسي كوح بالله صعد نبي كلا إيماني لو أنهم باب الله صعدوا نبي كلو إلهي دريبا مانت قياما إيمان دونا هل روح كريو وطابا نبي كلا إيمان دونا من سهل روحنا الله ما صعد ورميو فشل مي نبي قاس يا نبي قا هل روحنا أن وذنين ميو فشل مي يا كلا ما فشل من ما فشل من محايا لي سيدا دبا إن لقاتو الله رعاي isaga masuuliyadii samayn masuuliyadii sumaye masuuliyadii inuu dadka waagaarsiye in aleeka illa al balagh suma in aleeka illa al waagaarsiin baad ku saaran laakiin in laga qaato ilaahay gacantiisay ku jirta alla waafajin haduu doonana aan waafajinayn sidaas daraadeed ilaahay ku waydiin maayo maalinta qiyaamada maxaa u qaadan waayeen maxaa wax lagaaga qaadan waay maxaa lagaaga aqbali waay ta ilaahay bay u taala adiga waxa lagu waydiin oo maxaad ugu sheegi weyd maxaad u gaarsiin weyd maxaad u fari weyd maxaad uga reebi weyd inta hadaad gudato marka adiga wax weeyaan cudur daarkaaga waad wadataa waxa laga qaadanaya qisada fi surati al-a'raf ilaahay kaga waramay tabaaraka wa ta'ala surati al-a'raf ayaa laga waramay was'alhum 'an al-qaryati allati kanat hadirata al-bahri id ya'duna fi as-sabt إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون وحي أهي الدقمو ريبني إسرائيل أهي أهي مرك إلهي تبارك وتعالى وكرر بي ما لنت السبت ذا ما ليك حد ضبنينا ليل بض فرحك قادم ما ليك داي تيبي مرك أحيل هذا يستن كوح كم إذا دتك مجال هذا الدجنة
ayaa u xeeladeystay inay sabtida malayga dabtaan malayga ama kalunka malay malaga ma yaqaan meeshan miya ya ha kalun de marka dad kalun taqana sheekh malay ma yaqaan ha ha malay ama kalun kalun de kalunkii bay u xeeladeysteen sabtidii bay shabakada dhigteen markaasay axadii la baxeen war maxaad u jabiseen ilaahay amarkiis tii anagu ma anaga muxuu ahay sabti wax dabanay anaga waxaan dabanay muxuu ahay axad baan dabanay dhihin oo la baxnay koox halka xeeladaasay galeen koox kalena waxay yidhaahdeen warnimay waa khaldantiina khaladka joojiya way ka reebeen way u diideen koox saddexaadna waxay yidhaahdeen war kuwani kuwa wax idinka dhagaysanaya maehe habaar qabayaal weeyaan waxba idinka aqbali maayaan iska daaya maxaad isugu lugaynaysaan hala baabi'iye iska dhaaf saddexa qolay u qaybsameen qoladii marka la yidhi war isaga aamuse ee khayrka faraysay xumaanta ka reebaysay waxay ku cudur daarteen waxaanu wax ugu sheegaynaa wax uga reebaynaa laba sababood midka laba ujeeda mid baan leenahay macdiratan ilaa rabbikum inaan rabbi u cudur daaranno oo rabbi maalinta qiyaamada markaan u tagnoona la yidhaahdo war maxaad u qaban weydeen inaannu jawaabnoon dhahno rabbiyo waan ka qabanno cudurdaar noo noqoto annaga inaan baxsanno oonu ilaahay agtiisa waxaan ku fakan lahayn inaan helno qodob weye qodobka labaadi waxa weeye walacallahum yattaquun inay baqaan oo ilaahay ka baqaan oo qaataanna waa suuroobi kartaa ilna lagama quuste yaa inay wax naga qaataanna waa suuroobi kartaa oo wax yacni wax weeyaan mustaxiila ma ah waa wax dhici kara inay naga qaataan haddayse nagaba qaadan waayaan guuldarro maoho dee ilaahay agtiisaan cudurdaar ka helaynaa labadaa mid wey marka adugu dadku inay wax kaa qaataan iyo inaad ilaahay agtiisa cudurdaar ka hesho labadaa mid bay noqonaysaa ha u qaadanin marka haddii wax ku raacaba aada weyday inaad fashilan tahay ha u qaadanin haddii lagu maqliba waayaba in aad muxuu ahay midhola-aan tahay waxaa loo baahanya inaad fahamsan tahay xilkan ilaahay ku saaray haddii lagaa yeelana waa khayr iyo siyaado waxaaga wax lagugu darwey haddii wax kaa yeela aad weydana waad guulaysatay dariiqa ku dhimo oo halkaa hay guuldarro ma tiida waad ku guulaysatay fahamkaasina wuxuu ka mid yahay dacwada ee fiqhigeeda lacallahum yattaquuna iyaduna waxay tilmaamaysaa sideedaba dadka aada wax u sheegayso ee aada diinta u sheegayso in ay wax kaa aqbalaan ha ka quusanin ha ka rajo gu'in yaa marnaba rajadaadu yeena xumaanin si kasta haddii lagula dagaalamo oo si kasta lagu naco oo si kasta lagu cadaadiyo ha u qaadanin marnaba ha fahmin waa khalad inaad fahanto in dadkani ay khayrlaawaayaal yihiin ood quusato markaas ma jirto dadkan ilaahay baa quluubtooda gacanta ku haya ilaahay baana tabaaraka watacaala quluubtooda rogroga siduu doonana ka yeeli adiga waxaa guul ku ah adigoo dariiqii haya inaad geeriyooto taasaa guul ku ah taasi marka waxa weeye iyadana waa qodob muhima oo ka mid a fiqhu dacwa ila allahi tabaaraka watacaala maanta waxaa liibaan weynah waxaa liibaan aada iyo aada u weynah ducaadda iyo dacwada midhihii oo maanta muuqda soomaalida dacwadeedii iyo saxwadeedii iyo baraarugeedu wakhti aan fogeyn buu bilowday raggii bilaabay baa weli nool haddana maca daalika midhahan cajabta badan baa ka soo baxay dumarka soomaalidu ma xijaabnaan jirin xijaabkan magaalooyinkii wada gaadhay ayaa ka soo baxay masaajidaad arkaysaan ee dhallinyarada meel laga kala fadhiista lala'yah dhowr oday baa ku tukan jiray dhowr oday baa ku tukan jiray bal waxaan aniga garanayaa un xusuus nahay dhallinyaraan ahaay dhallinyarada tukata waa la dacaayadin jiray oo annagoo xataa xishoonaan garanayaayo salaadda ka xishoon oo nala dacaayadeeyo oo yidhaahdo la yidhaahdo muxuu ahayay say biyo ugu wadeen buu maxanahay yuu bahalkii ka qooyey oo ka jilcay oo bahal dacaayada farahna lagaga qaado oon dhuundhuumanno baan garanaya ilan shaarici iyo mujtamacii wixii baa laga haysta salaad la'aantii baa qaalib ah
دمر كايجا وركود إسكبا ده إن أنتو كتا إن له لاي نادر بيهيت يعني هؤلاء يلقبوا أما محوا هاي مد لفري أو عرملة أما جرابة إن أنتو كتا ويسرو بكرتا لكن إن أنا قشانتي أو تكتاي نادر بيهنجت يا هورتو كتا هنجت هورتو كتا هنجت هبراها تكنجت لكن هبروه ما تكنجت وذا هذا النولو وذا هذا دعاء ده كمل رجع دعوة بالله بيكمل هبا إيش كيو سووا ملاها بريتشوجا بوحوا بهذا ينو جورسدو جوار إنن أو جورسدو إنن هو هاي كشانتيا أو جورسدو رادي أو تكته بري بانك بالله بيقول قبل الله دحان مري بيقول إنت معي راد جو بهي إنن صلاة تكته إنن قرآن تقارن ما إنن علم تقارن ما وإنن تكتو أوص شافرت شنط صلاة دو تكت حمر بان مريب إلى وكسماء ينسي مريب إنت صلوا الله هيب بيت دبا أنت جيب بيت دبا مركان أنت جي وحدود دي ودن كأو كين يلسي قال يموت هل كمركان مرة يجده وأم كسو بيح وأيبر إنن تكت أيام مرك دوحة سكوك عن عيب ورتاه لي ميسي بل إنن أبهت شيخ يهاي وجوري علبة مكسو شيء بل رادي مركز عائلي بوري واتنزل موقته والبرقيس وداداء إنن كسو كده هلاي الرادي قبر إنن أبهد معلي بعليك يعني بور مركز قبر دي مركز ليه مهري بان دم عيب بوري دين تانا قوش يسقط تجين بل إنه الصلاة تكت نقبل ويسي سانير مسوي سو متقان أنا جيبا تصي أو ويسي ستي مركز دم مركزها وحاري بروبل توكو وسيو توكن ما بتقانه صلاة ما قرنى السماء ووقت دو نيك إيجش هكيني وانا العلماء ما أنت حار كير كين شوكنا مرك يا ما أنت هير كين شوكنا سكبة في هو هاي صلاة حبل يرير وتبن شراء وقرآن كحفظ سن وشرع عادي وحبدا كي قانا مروحة ينصق وعي الحمد لله آديات قالي واحد مددا قابن غودهيدا اسبدل وين با كو دحاي امه دي سوماليه او ولي با شريعه كسته غلي شريعه كسته يا حتى سياسيين تي اوغو فوغان جيري دينتا ما انت وا درجتين او مركي دورشه غلهيان غدال دمه waxay ka sameeyaan bani walba wuxuu ku doorasho galahaya wardiqaad kana ma cunu sigaar kana ma cab deeninka ugu sliita wuxuu leeyahay haddii goor waxaan dhageysanahay ee Soomaaliland rag ka tirtay mid kamid نين مركزي مسلم ما هي قلدي بحوا هي قال هذا لوحة من شريبة ورك بيبيسان كده جيسنا يوحوله وانا نقول دين تاني دين كده قايا مرد هاي لكن وزير بان دين سمين دين تو حير سهرة وزير دين تو حير سهرة بان دين سمين بوله انت اسمه دور شكر هذا نهي كي كلا مسلم ما بمشي سبب واحد معي كتوصة إذا واسبدل يمدوا اسبدل حتى سياسيين تي قلوا waxay ino dhimanay insha Allah ta'ala u dhameystir mi doona laakiin waxaan doonayaa inaan ilaahdo runtii mirihi la beeray iyo muxuu ahay mirihi dhulka la galiyay way soo baxeen wax badan ilaahay tabaaraka ta'ala way ino xaqiijiyay arintaas markaa waa arin mushajjaca waa arin ku dhiri gelinaysa waa arin lagu farxo weeye ilaahay tabaaraka ta'ala rajaynay inuu noo dhameystir doono marka waxa muhiim ah إن أينو أوغانو ميراهاني وسيادة إلى هاي بحيو لكن مقصود كوحوي هل كاني وهل كوسارا أما هلو راعو أما يالو راعي قطب كلمه كوحوي أنا دعوة فقهية كاملة ترك الاستعجال دك دكا ميراها إنا دك دك ستو إنا كاتكتو يعني تأنيكا يكاتسيوني ذا يدك دك لا أنت أي واحد تهاي دعوة مصلحة ذا هدي مريه سنة ضم بصابح لها أما ككذب بيبح لها الصق إلىها آدي سكود إذا سنة كان إنه كوكو وحكوكو دعيسا دلك لا أم بكوكو دعي بيرت هذا أدمان تبيرتي دليلة عصوبة عرضنكا ee loo baa u baahan inay laba bilood oo kale si joogto si ay miruhu u soo baxaan oo u adkaadaan hadii intaad sugi weydo aad tiraahdo
والمدد دير أنا قوم سوي كره حتى أنا بانه إنا عنقوست أودي دي دم بقى قاعدة تمحوا هاي أو شرتو ما عدا عيا ما عدا عيا من الأم بقود عيس يعني دلك الأم بقود عي جهد جاكي دلك جاكي بخسارة أنت يريد صوب بيرتي بابا عيس واحد كه شيء إسكبر داف تاو حلمي ده دعوة هدي من هذه وحنا والله هيا وحنا واسو صعدة وحي سو صعدة وقت أباهنا حداد استراد حق بنك كات علينايا حق بنك كات علينايا أنت هراد خسارة وأنا مثلا ذا إلى هذا قاعدة ده من استعجل الشيء قبل أوانه عقب بحرمانه شيء أولي قارن روحي دك دك سدا شيء قدنبا إن لقى قديو أيال لقوع قابا مثال وحن غنكر مثلا نبا إسلام قرصدي أوربا يويالت علمه بشي شناد بو كتيرا وحاول لابن ما قبلت أفر بلوت با أولا أفر تا بلوت ما سوكرو يلت علماء أن دلي إنان أركان ربا ورني هو قبردو عالي هودا شيسو ماي ما سوكر هلا إيسو صار واحد دون هاي النقطة منانك هلا إيسو بي هاي قبردو أبريشن بالوغو سمي والا قلي شن بلوت ميدا والوصو صاري ما حد عاي مركا يا معروب أوصو بحل وما صوبحن إلما إني أوصو بحار إسكار في هورتكي وسوي أفرت بلوت أفرت بلوت هورتو كوهي لوا كو أو دو إسكار لقمي وامد الله بعد كوك على إنه ماشى قالنا قبل هورتو إني بوكسوتي وبانت إلا قبل اللي فتاي ده راوع لقلي صوما وحيو بانت إني بوكسوت مركي بوكسوت كدي مدك سوريكت أور لواد إني قاده وبانت أفر بلوت كريه سوق بلقى كريواي إم سوق هذا يا سو سنده iyo bila kala ma wa saas wa ha wixii hadaad isku daydo inaad waqtigiisi ka soo hormariso sunan rabbani ajira oo wax walba loogu tala galay ilmaha muddu qaata dalaga iyo beertu waqti bay qaadata dacwadu waqti bay qaadata waqti shay walba mirihiisu inay soo go'aan waqti buu leeyahay hadaadan waqtigiisi sugin oo tiraahdo hadan goosanahay intii hore aad khasaareysaa ساس نرادي بوحيتا إلا سوغو لو صبرو أو لو أدكيستو أو ذن لاعن ها وحادا ولي قارن إن ذن لاعن نبي قينا صلوات ربي وسلام عليه كما في صحيح البخاري أيام مال المالمها كم إذا إسوغو كعبادة خوص كذا نبي قينا انتو معوستي صلى الله عليه وسلم بركان أيام نين أويم صحابة دي كم إذا خباب بن أرد مركز يحور يا رسول الله ألا تدعو الله لنا ألا تستنصر لنا ألا ترى ما نحن فيه رسولك إلهي وحنا هيست سمارت ومكة وعذابه ورفاتين صور لباتضنا هيست مارت ما دي الله نو بريد وتكالمن نو ويديس ويمكن أن نكبحنا ما دي الله نو ويديس ها مركز النبي وحوله صلى الله عليه وسلم وحوله ما ديه دين كهري روح بقى لك كيني تشري الله صوق بنا يا ودتك أهل الإيمان كهوي مركي الله صوق بتو أيام من شهر مدح برتميه صلى الله عليه waa lagu kirkiraya laba qaybood baa loo kala goynaya sidaas uu ku dhimanaya isagoon diintiisii ka noqonin mid kale la soo qabanay markaas inta la soo qaato bir sida fargeetado kala ah ba jirkiisa isagoo nool oo xay ah ba jirkiisa loogu shanleynaya lafihi iyo seedihi iyo xididadi iyo hilibkii dhaxdooda saa loo marinaya waa loogu shanleynaya waa ruux nool ugu sida loogu wada lagu dilaya diintiisana kama hor istaagi jiray buu nabii sallallahu alayhi wasallam sidaasay ahlul iimaanku soo mareen markaas nabii wuxuu xuray sallallahu alayhi wasallam ilaahay baan ku dhaartay arrinkan waa diintani allah uu dhameystiri doonaa ila intu ruuxu kasoo baxo hadra maut u yimaado meeshu rabo u yimaado ila madiina u yimaado ha isagoo waxba ka baqayn سوى وحبك كبقين رلك أمره اللهم الله إلهي وكبقيه يا أريج يسوع وكبقي ييد موي وحكى يسوع كبقين بيجاري دونته دين تاني سيء ولا ما يستر مي دونته بقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم
ولكنكم تستعجلون واتسدق دقيسان بن نبي صلى الله عليه وسلم وهي واتدق دقيسان منوه وقت قوضى إيمان دونان السوق النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه مركو دعوة كبير الله بمقالة مكة مكة مدو تشوغي مدده تشوغي وحي لب لمريي وحي الصحابة دي صلى عقابي وحي لقحيو رول قوضى كعرين أي سوء آذين أرض الحبشة كلابتين وحدنا قحلة واتسوقحين هذا المدينة أقحان وحي نبلا مريي إن دا صورنا إلهي تبارك وتعالى وحو أوذي هل هبينينو كلاطورو هلك هل هبينينو وحو استاجيو هلك لكن محال برايا محال برايا طريقا وطريق رباني وطريق سنة رباني أوي إن لغا مروا لغا مارمان مقالة المدينة يمت وحي اللو قابا كو قبصدي والسقود تغي إن عكستا اللي سغيمي قالا صور رتي عديري بالقالي مردم بأي أود إيو النبي صلى الله عليه وسلم خاصة دقال كي أحزاب وحي كدن به أي النبي صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزونا هذا وحي كدن به إنك كدو لنا لنوزو دولي ماي ودقال كي أحزاب وحي كدن به إن تاسو نوالك هذينا أو مر ليس يعني وحوي ليس إقابة إيو هي مر عبسي إيو أرققح إيو دلتشوك إيو دقال لو كتريح أخيرا نمر كدن مدعوذ وقولي ستيو دولت بأو دلتيو وتعالم كغادي معنا وحلو بها يا مركه ان لا دغدغين ما انت صحوده يا براروك عالم الاسلامي كجراي افات كهيستا وحا كم دغدغ تعود يدو بركيسن او سوتو امدي دينتا قادنيان او برنيان او اسبدل كو سوتو با وحد اركيسا يعني وحويت وحا لا قاديا تلابو ان وقتيدي لا غاري اما سياسات با دعودي مدح لو غلينيا كديبنا ديب دعوين با كو ايماناي أما ما هي دجال يوحينا ولي قارين أودي سلبا ماذا حلو قلنا يا مركزه وحي كقاضي سأني دب دعوين أي أدي أدب وقول دعوة وحب أنت مركز تلاوة الله قاضي إني نقطة تلاوة حكمة ديسن كل بواحد هيستينا تكون حساب تنتو واحدا قاري كرنا إنا ظن لاعن وحكمة دوين والله بها يفيق الدعوة كم تهي إن لوجود ذال إن شاء الله تعالى وحكم إذا فيق الدعوة وحكم إذا أرمان إلى الأباهن وحلي هذا الدعوة التطاوع والتعاون إن ليس مقله وليس كاشده والدعوة اللي جوك هلا دم بيو والدعوة النظام بيالته وميت كداء ذا اللي جوك تحجليه وميت كأقانت لا أقانت سلاك قدم بيو ومحوها هاي أي كلا دم بين يالته روحوا البتخصص كيس حجبة أقانت سشرته ميت بس ديت تنشره oo konton sano dacwada ku soo dhex jiray isyaan u leey dadka intooda kale waa ka isyaanaysan in lagu tixgeliyo u baahay mid ba caalim ah mid ba dhalinyaro oo xamaasaysan oo muxuu ahaay shalay uu wax fahmay wixii dacwadii hadayna kala dambayn yeelanin oo inaan isma qali yeelanin oo shura iyo wada tashi yeelanin dacwadaasi fawda galeysa kadibna iyada isburburinaysa iyada isxunaysa dad keedii baa la isku salidayeen saas daradeed baa nabigeenu salaatu rabbi wa salaam alayhi markuu diray abu muusa al-ash'ari iyo mu'aad ibn jabal yaman markuu u diray nabigu sallallahu alayhi wa sallam fariintu la faray amray waxa kamid aha muxuu ahaay wa tatawa'a wala takhtalifa abu nabiy sallallahu alayhi wa sallam tatawa'a ismaqla kala dambeya hana iskhilaafin abu nabiy sallallahu alayhi wa sallam hana iskhilaafin نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هي النبي هارون لبن نبي بأهين هذا لبن نبي ها هذين حقه جانك ربني إسرائيل كمين السنين نبي موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام با أصل أها نبي هارون ورعصنا لكن هو جانك وحى وذي نبي موسى وذي ولا بن نبي أقو هذا حوش واكو كلا دنبيين ريبن إسرائيل مركو كتاقو نبي موسى ومهمد آدو يو كغتاقا هاي حلكا كغتاقا ويسكاشانا يينو ويسكربسانا يين عدود بوؤوا حاسيد قرآن كريم كتل مامي لكن إنا إسكرب ياعان مجرين إسكرب ياع مجرين دعوة دي نبي جينا صلوات ربي وسلام عليه نبي محمد بهو قانكا أها ما لنتي لبر روحا هاي يا ما لنتي صدح هاي iyo maalintay bulsho noqotay iyo maalintay dawlad noqotay ila maalintii nabigu ka tagay sallallahu alayhi wasallam ee saxaabadu uga dambeeyeen
دعوة كلا دنبين لي أو نظام لي أو ضيال لي أو هجان لي أو وضع تشيل به دعوة فوضى أمان مال ما كم إذا ما نقول ما أنت ودكتينه دعوة عدو جيدا بدر برارو جم مسلمين توالا جهر شيء ذا إن الدين تود فهمان ولا جهر شيء ذا أنت سوق قوة دوت بكهر شيء ذا ربين هذه أين ضدك الدعوة وضع إسكور هينين وكلا دنبين لهين أيجا لحدودا لقى الشقين الله يسكو صليدي وذات كي مساج كان شوي هي كي مساج كان شوي بمالين تدم قارت يسوقش آه لأن إسكما ورهيان ضد وضد تشدنا ما وحافظ المركز سيف ضد إن مدح اللي يسوق لي سيف ضد إن قارت اللي يسوق لي لكن ضد وضد إسوق وضد تشد وضد الصعدة ومحو إسكو برنامج هديهين إن الصعد حق الله ما فضله تعود المركز وضد الصعد تعاون بأباهنت الله تبارك وتعالى وحده وتعاونوا على البر والتقوى وناك إيا السما فالك إيا خيرك إسوك هالشدر نبي محمد صلوات ربي وسلام عليه صدح روح هذي السفر قلان وصعوتيهين وحوير ميتكم إذا أمير هكذكتان صدح روح وصعوتا معي أباهين حي أباهين وضضو وضا صعوتا وحكات لحياني عد ثلاثة وضع هيا والله جاء أمر قات والحقين دقنا ساعدين دقنا كورمان صعنا شقده سير الله قيسن يا راشين ككرين يا أور تصوح الحري سو شقين لقيبي ما هذا شقده الله قيسن عدنا وسن مسؤول نقولن سو قرط اللي سلك اللي ماي مركز دمنا سو كده ما إذا أدر شيء كي نأكل صار وحق قات أدور حق قات ما بقول صعون كرني سما وفير سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصغر جماعة هو يعني جماعة تأوير صدح الروح أمير بلوسمي أنت وحابة كده رمبا قرآنك الكريم كا جماعة وحا أوير لو الروح أقل الجماعة اثنان جماعة لو الروح بأوير نين إيحاس كيس نين إيحاس كيس أولي عرور حتى أين دلين وينو كسو بيرين أي شريعة النظام أصمي سيئة كلا دنبين ولا بروح كلي يقو هو حليلي الرجال قوامون على النساء والرجاء يضمر كإسقباي رجاء قريك كتليا هوانتين وحلي نينكا كأمر قاضي بلو في رسيد الله هبي لا مرده لا وهم باتهينه تشانت الرجل أنت أمير وأنا أمير أنت أمير وأنا أمير لا ما أمير ماشى كما وضش قين كرا مربع هذي هوش بين آدم كرا حيث لا بروح يكبدا أو الشقة وضعها يان الشقة ده سكال الدمبين بيبانت الشقة أن كلا الدمبين لهين يعني واحد وضع تشي أن لهيني هري أم الصعوتة أصل بين مركولة ده هي دين تاني إن دعوته فقه هذا واحد كم ده إن دعاء ده وضع الصعوتة علماء ده وضع الصعوتة دائرة ده كذا بيسه سداسي لقومير طليه خلاف كلا جا إلى عليه ليس مقله روحي هريجي او سيانه لها او اسبقيده لها اسبقيده سلوغو احترامه وكا قرانك الكريم كان ربي نوتل ما تبارك وتعالى صحابتي النبي صلى الله عليه وسلم وكا الله تبارك وتعالى لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا صومعي يعني ددكي انت لفرانين مكه حلقي اسلام كوليدي كوتشري ددكي رومي وإيمانك قات ووحب حيي إيه مركي ما كلا فرتي كدب دتكي دب كسو إسلامي مسنا سبعين وسنين حلي أذق وآدو أذق ودتك إيمانك يريهين نينكي إنتو دين تصاق علي قرب استاجي وحالات أذق صامري إيه مركي برادعي أو يفيدعي أو يحوجي ستي نين صاق علي إسكوميت ما wax kasta hada la timaadana ma gaari kartid waakiin nabi guulaha salaatu rabbi wa salaamu alayhi markay abdurrahman ibn awf isku dhaceen ninkii la dhigi jiray khalid somay ha abdurrahman ibn awf oo saabiqiintii hore ah iyo khalid ibn walid oo baada sulh al hudaybiyya soo islaamay ba isku yara dhacay markaas nabi guu xuri sallallahu alayhi wasallam saxaabadeeda iidaaya mid idinka idin kamid ah haduu bixiyo mid iyaga kamida buurta uhud waxaan u jeedaa mid idinka idin kamida haduu buurta uhud bixiyo
ما قاري كرو وحير أميديا كم يضو الله بعه مركز النبي وحير صلى الله عليه وسلم والصحابة إذا ما يدين إنسان صحابة إذا ما يدين إنسان يقوى ده هذا الكا خالد بالقوة ده خالد والصحابي لكن مركز عبد الرحمن من عوفي يتشوجان رجى سابقين تها خالد مركز واللجحى جاء النبي صلوات ربي وسلم عليه النبي وحير الصحابة إذا يدين بل عمر يا مركز يسكون عن أبو بكر الصديق عمر يا أبو بكر با واحد أحمرين وقاوا يسكون رحناقين أبو بكر با النبي قوته صلى الله عليه وسلم عمر با كذا بتجي النبي قوته صلى الله عليه وسلم ورصاحبك إيداي صاحبك إيداي مركز أبو بكر يا عمر نقطه أبو بكر با صاحبه صوما لأنه وكوري أبو بكر يعني عمر أو قال أيو أبو بكر دين تنسوجر بيستاجه وحصه قبتي عمر ما قاري كرا مركز سمجد عبد الرحمن بن عوف يرجى السابقين توحي النبي سوكر بيستاجن ودعوه أن سوكر بيستاجن خالد وقال لما كنت قال لما يي دبوا كسر إسلام ما قاري كرامرك سيد أصدراتي وين دعوه أن كلا دم بيجلط احترام كلا يجلط أسبقية ذي يجلط نيول بوحه وقلي يوحه وجدي يوحه وقبتل وح احترامه لكن فوضى ذني لبك يا ذيلان ها ويلي رو معو عايشني يتومن شرعة أما سيد يتومن شرعة أولي بحتى قرد إسكار في حادي حتى إنه ولي أصابه ولي أصابه ووح قمنا هو آخر سنين أي شيخ يسدي تنشرك ها إسكار الله الله دينه ها وركو شيء جيبا ونقدنا يا أرحم هذا الشيء بقولي تهذا الله ما كلا بديه كنا واحد لي كنا واحد لي ددوينه يا عمدي ماشي لديه لها ورويل كان يرك إذا بتدرى شيخ على قبض وعلى دي متقن وعلم ذلك لجارة علم ذلك لجارة علم ذلك لقبت على لي والموحى سوى حكوها يعني له بريد كل داريه وبلا يدا ما أنت هنا يستوي مركزوني والبنتو ودانتي سوق عتبي ودانتي كرتي دل يردي كحيسي دل كي بربوري محو أي آف وكرقاقي وحال ليه وعلمه ده هبل الله واحد هبل الله واحد شيخنا واحد شيخنا واحد خلاص آف سعته مرك مركب حيوبة أنت دين تأسبقية إلى هذا دين تأضيبة إلى هذا دين تنين مدكس الشقين إلى هذا دين تعالم بإلى هذا دين تمرجعية إلى هذا فوضى ما هذا دين تن تعودني إنه فوضى ما سيدا صدر هذا فقه جوحة كم ذا إن تعودني أي لا توكل الدمبين هي اسمقل هي التطاوع إيوه يعني وحوي أهل كذا إن لو قلت حجليه لوجنا الدمبيه ويدنا وحي كم تهي من فقه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وحكم إذا فقه دعوة وحكم إذا التيسير التيسير إن ضدك الدين تعال لقوة كينين إن الله فضو ذايو إن الله فضو ذايو وتعسيرك إيا أتكين تلقى الدايو قلق الليفك يعني حريص الرضا إيا الدين تيو الصورة دا يدين لحوم أيو لقد دقى وحي يضو رمو ذا قلب سن ونلقو دقمي كرين ساس معه ها وحكم إذا قواعد الشريعة ذا تيسير باكم إذا النبي جانا صلى الله عليه وسلم مركو ديري نينكي لديه تشيري معاد يا أبو موسى تردارن كوسي وحكم إذا يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا ها تتكفض ذاية دين توفض ذاية هنوكو عسليننا بشارية وضتك خير وقو بشارية أهل الإيمان كا ودتك الدين تها كئرينا وهك هك عيريننا ها دتك الدين تها كئرينا حي لي دتك هدي الدين تلوقت كي وعريا وعريا أذونا فطان بعد نغنيس ها دتك الظروف توضوا وين الدين تلا صعد وحي قادي كرام وين لا صاروا وحي نحمل كرين وين لا صارين وين ظروف توضوا اللي تحجلي وبهنت نبي جينا صلى الله عليه وسلم واكي كما في الصحيحين معاذ بن جبل باوحوا أها نبي يقول لا تكنتري صلى الله عليه وسلم صلاة عشاء صلاة مركو عشاء لا تكذبوا حافظوا حراء ودقنا كيرا فوق مساجكو حافظوا دقجر عشين وحيو لا تكذب النبي صلى الله عليه وسلم حافظ دي مركو تقو أيا لديه جري مركو صلاة نقابح نتوش صلاة دو مركو داتكو كود ايرينج أساقو سنو تكنايا لكن داتكو واجب كودي بي تكنايا مركو سورة در در كتو تجر ما أنتي دمبنين باين تقرر فاضي وصلاة دي ديريت كلي واي بوكا قوست ويسكتك دو صلاة دي سيد أما يسترطيب ويسكتك لنكي بو نبي كو دعوي خالد بهورتو وحلو شاية
ninkii hebel salaadi buu ka goosto intuu dhameystay iska tagay waa munaafiq wiil waa munaafiq yaa dhahay Khalid warkii buu maqlay ninkii markaasuu yiri walaal inaan nabiga u tagno uu tagay rasuulku u tagay sallallahu alayhi wasallam markaasuu rasuul ila Khalid inaan laga qabto Khalid inaan laga qabto Khalid intuu dadka salaada ku dheereeyo yaa haddana markii laga goosto waa munaafiq dad kale Khalid inaan laga qabto nabigu sallallahu alayhi wasallam Khalid buu wuxuu yiri Khalidow ها وحنو كذا معادو ده ها معادو ور معادو ور مو حاضر طينا نقطة فتان دت كدين تكيري ها ور فتان ها نقولني بالويد أفتان أنت يا معاد ور ما فتان بات تتك استراد هاو كل يريني ميت كود تبرت درن ميت كود ضعيف كا ميت كود الدع ده سلادة كل صلاة تتك سلادة واحد كتش سو الليل يو والضحى يو سورة ده سلادة عشاء كتش جبالي ay ka wada bixi karaan dadka diinta ha ka eriyo marka wax weeye dadka diinta in lagu adkeeyo laga eriyay ayadana wax weeye waa misal khald ah nabigu sallallahu alayhi wasallam ma khayra bayna amrayn illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun ithma laba shay nabigeena lama khiyaar gelinin illa midka fudud buu dooran jiray haduu san dambi ahayn umadiisa kolba ka fudud buu doori jiray nabigu sallallahu alayhi wasallam haduu san marka dambi ka iimaarin fiqiga diinta marka waxa kamida at-taysir oo ma aha diintani sida dad badan u faan dadka qaar kood u faansan yihiin ad adkaynta iyo qalayfka ma aha yaani wax weey shaanigi daacwada ma fiqigi daacwadana ma yaani dagaal iyo afxumo iyo aflagaada iyo qalaf sanaan iyo muxuu ahay ma aha dadkan wixii ay xamili karaan marka xataa haday waxyaaba qaar kood ka diidan waxbay ka ogolaanaya xataa haday wax ka diidan waxbay ka ogolaanaya qolas oo islaantay qabiil reer quraysh araba soo islaam markaasay nabiga sallallahu alayhi wasallam shartii waxay kula galeen waa islaamayna bay dhahay laakiin laba salaadood bas aan tukanayn salaadu soo shan ma saddex ma tukanayna dhahay laba kaliya aan tukanayna ma soo islaamna waay soo islaama lay ha laba uu soo tukanaysan soo islaam way soo islaameen nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri marba haday soo islaamaan saddexda kalena way tukan doonaan ya nin khamra wata ku yimid markaas wuxuu ku yiri sheekh aniga khamrada ma daynahay ma islaamaan ar khamradaada nal dhaafada tiraad adoo khamra cabay diinta gali maysid ama khamrada daa ya soo islaam dhe taysir way ya sawa khamriya caba yu rawa masaajka inuu soo galo kaali tukan dhe ya الشيخ مساجك ما قالها يعني خمرا عبا والبا خمرا ده هضم بيسو كادي قال مساج قال لي مساج كان سو قالو صلاه دي مركو دردن سدو خير كان دردن سدو خمرا ده ودين دونا مرحله دم بين نقول لكن هداد وحيو دن كدغتو واخ ود ادق او قلبسن او دينتا ددك كا يريدو تاسي وا فتن او تيسير كي كور مانيس الدعوه بحاجه الى تيسير تيسير كنا وانو سن او غدبين مرحله لا يراهدو دينتي با انات كدغتو واخ لا يراهدو تمييصو وضد كغار بابا فضودين تدين تكفانس إن دين تبغى لقطعه ها دين تبغى لقطعه ووردت أنا هو أتكلم بقوله وركالي سلاد تكون مساج كسوتو شيخ قولي أنا والله قلت كان كره ورساج كلا جاي يا كالي صحي على الصلاح على الفلاح كالي سوتو وردين تو وفضود هاي أنا هو أتكلم بقوله ها كاسو كلا مركو يدور يدين مه خلط كيو كذي كنا يا دين فضود كذي كنا يا ورخم رضا إسكده أنا هو أتكلم شيخ انما الاعمال بالنيات وكله انما الاعمال بالنيات انا نيتي دو في عند برك تاسي وا تميع وا دينتي او لغا دغاي دين لا ان لغا دغاي تا لغا ما ودا لكن وحا لغا ودا واجبات كي دينتا يدو لو غدنايو حارانتي ان لغا فغانايو حدنا كل بظروف تددك ان لتخغليو وا تيسير كي كميتهي وحا كميدا فقيغا دعوده وحا كميدا ان اد فهمت وح لا يرادو مراتب انكار المنكر sharka marka iyo xumaanta la reebayo martabaday leedahay martabad walbana waxay ku saalaysan tahay waxa awoodaada xadiidka Abu Sa'eed al-Khudri fi sahih Muslim aya nabigeenu wuxuu rasuul sallallahu alayhi wasallam man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati' fa bi qalbi wa dhalika adhafu al-iman munkar ruuhi arka wax shari'ada khilaafsan nabigu wuxuu rasuul sallallahu alayhi wasallam gacantiisa ha ku bedelo munkarka gacanta wax kaga qabo
وقورما قورتا بقعنتا وحكي قبان كرتو هذا أول لدى دولت باتاي أود بالله هو المهاجي أود بالله هو أدون تالي وحي أود وباهن كعن هذا وحكو قبان يسو وين أود ده لدى هذا قعنتا كري ويدو عربك وحكي قبو ومرتبه الله بعد حمانتا كدك وضدك كرب وناك نفرو عربك استعمال هذا عربك كري ويدو ود أود ويدو قلبك ككهو وقلبك ككراهيسو إيمان تاسا أود ضعيف سنة مراتب تاس إن لا إله إلا الله كمرمان منكر كمجتمع كده حموضاعي أود مركي لليه الدولة دي أود يشيرتو كعم باو حلقة يخبر مرك هذا أود هينين وحقوق فلان إن عدتك خير كأوشك تحمان تنكربتو هذا عرب كاسيا هردافين هذا ترى هذا أنا الدولة هاي بنك عن توه كغوا أو بارك خمرة وان تشبين أو قات كوان جوبي أو جبرد كوان كراعي أو أود بان استعمالها تفساد بأمريكا كدارناه مصلحة مكينيس وحال الربا إن أود هذه تورط هذا مرور بكوت الشطو إلهي كوجو مكلي فينا أدون أود الله إن كعم وحكو قبط مر بواحد جاريسة تورط هذا أي جاريسة إن هذا حتى أفك بكهل لكرين وقلبك بس إله مرقاتك وحينا نتعلين وحينا النعبة قلبك أنت سكوس ورسم مرول بوحي كل التاجية تبرت هذا بالرباء إن لجوج جابصده وأن لجودبين إن شاء الله تعالى وحن كوك بجبيني يا وكم إذا فيق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إن دعوته وإن تهي دعوك ترجميسة دين تيرد الشمولية الشمولية معاك ودنا الشمولية وحنك ودنا دين تلاهي سودة جي وقرآن كي السنة دا صدات كما فرين ومجتمع أقومي يرين دين تمحيكا كوبان تهي دين توي قدوين وإن إصلاح حدتك الله إصلاح مجتمع الله إصلاحين وإن قشو أبواب تيورنا عقيدة دي بالله إصلاحين عبادة دي بالله إصلاحين أخلاق دي بالله إصلاحين محوء بقاليه بالله إصلاحين سياسة دي والله إصلاحين محو أهي كل وين إصلاحه لما أنتي وذا قال الله ربا صوت محيط هاي صوت وحويا وحد كتر شو دين تي نبي محمد لي من صلوات ربي وسلام عليه دين تي نبي محمد لي من الدين كاملة ودين لما يسترنا شاملة وحا خلا دمر كينا تراهدو أنا هو قيبتا أم بانكو قابسان قيبتا وحا أنا هين الشقيق مجلين بلغي يا بابا قيبتا وحي أنا هين ضدك وضعي إنا تراهدو وخلدي dadka qaar kood ba daacwo ka fahansan oo siyaasad la galo haddii siyaasad kaliye ta islaah siyaasiga hadii la yiraahdo islaah ba ku jira kaliigi daacwo ma dadka qaar ba waxay rumaysan yihiin in dhaqaale uu laga hadlo oo dhaqaalaha ma xalaal ku ah ma xaraam in laga hadlo daacwo kaliye u haysta inta kaliye ma aha dadka qaar ba u haysta akhlaaqiyad ka unine saxan inta kaliye ma aha daacwadu waa inay ka turjumto dhamaan wixii quraanka iyo sunnadu ku tuseen ربني إسرائيل با إلهي تبارك وتعالى وحقوق به فنصوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء وحي لغواني يبي قار كتاقين قار نواقاتين قار نواقاتين مركي قار كتاقين با إلهي وحقوق به إن لحظوا دا عداوة الله لغو إن عداوة الله لغو مركي دعوة ويني كتر جميسة شمولية دي إسلام كويني كتر جميسة حتى محاكو سوروبي كرم حال هور مرين محال دم بيسين ومسألة كلا التوحيد كأيا كهرية وحكست توحيد كهرية مركل إذا الأهم فالأهم شيء بس شيء يقول كم مهم سيا مجتمع هالوجو بالله وحاكب بالله ما نسا إن توحيد كلوجا بالله لأن دين توحيد كي قبل الله مجتمع هو مسلم قال ماها لكن غبش كي خلاضات كتوحيد كهجلا وإلا قصح فلتكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم بأن الله أو فأعلمهم بأن الله قد افترض عليهم 5 صلوات هذي كاية لان سكدي وهكذا مركة ترتيبك هي أولوياتك هي الأهم فالأهم الأهم فالمهم إن لغوك لهر مري ومشهد لكن الصلاحان دعوذ وإن الشملسه ويوضقشه مقاسد شرعه وحي شرعه الربتين يددك هلان وأبين عبادة الله صحه وأبين عقيدة إن الله صحه
وأوباهي بدعاء إن لجر ربا والسنة دي طريق النبي قال الله فتشي صلى الله عليه وسلم وأوباهي المجتمع إن قالها الله إصلاحية وفساد كلا جزاره وأوباهي سياسة دي الدولة دي إن إصلاحية ما لين أوباهي المجتمع ساس ترى الدعوة هو إنه كل وذا قش أو دمر كي قش أو يجريه قش أو يعروتي قش أو صار سامين تأي وذا يلته أيا لجا مرمان أو حنك جبح يا إن شاء الله تعالى دعوة وإن فقه هذا وحا كم ذا الموازنة بين المصالح والمفاسد تلاوة القاضي ساي وإن المصلحة كطلنا ساي أي كوين تهي مفسدة دي يقبك كإيماني هذه دعوة دي تلاوة القاضي حمان تأذ ريبي هذا كطلنا يساي حمان كوين إن أذ ريب تاخلنا خير كأد فريس وهذا كطلنا يوم منكر كوين خير كأناد فرتوا خلط مركم حال الربع قاعدة وين قاعدة المصالح والمفاسد إن دعوة إلى لسان الربع سمعني توحيد قال هذا أنت توحيد كالله قوي أنا محاك وين سو أساس كيف الدين تبقوين ما هذا القرآن الكريم كإله وحوكوين ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيصب الله عدوا بغير علم وحنا عبوديان إن هذا وح كشكت هذا كطلنا يسئين إلهي وح كشجع وح كشجع جود ده أصنام تي بلاي العبود هين وحي أت كشجع يسير دل عيني لا دل عيني هذا يبقى كطلنا يسئين إلهي عيان تشوش بالي المر تشوش صوت معي ده إلهي الله عيا ومفسد كوين أصنام توضا إن وح لقشجع وحكم إذا مثلا النبي جينا صلوات ربي وسلام عليه منافقين بل لجوكتو كس كم إذا هادتك نبيك هوس جوي صلى الله عليه وسلم منافقين تو آد بين نبيك أرد بين صلى الله عليه وسلم يا آد بين أرد بين مركي يقول رسي مدينة ويمين نوي كهر تغير مركي وحبه السورو بيوايان نوحي اسكود ديان إنه فشليان تقال كي يوحد رجي سيقار بي سوح الشدين مجالة دو كسوح صدح بقولو نبي لسو لابتين ويسكود ديان إن تقال كنبي وكوشب صلى الله عليه وسلم تقال كي تبوك مركو النبي قاعد صلى الله عليه وسلم أو كسر لابتي لحد يسوع كسر جري إنه يدلهم بيس كده ورسولك كم تخلصان صلوات ربي وسلامه سحابة دي سينا يس كده ران ومهاجرين أنصار قرط يسوع جليان بيد نور قرك شقية نمن قبل تهاجم بيها هاي رسولك مركي اللي يرسل عليه وسلم رسول الله ما تكون ذاتك دافيش ليس ما ليس تكون النبي قاعد صلى الله عليه وسلم وحن كم بقية إن لغوش كيست محمد رجي سيب الله ينيا صلوات ربي وسلام عليه وفي رصد ورها إسكا تشوغانو ها إسكا كان إبان إنا إسكا تشوغانو إنا إبانو إنا قد إحجرانو إنا الرفاديان ورد القادنا وحي دانتا إنتان لينو إن لينو قشة كيستول لي لادا محمد دي سحابة دي سيب الله ينا إياك لو أرونانا سمعادة دي مقع عقا دمانا يا مرك سي سمعادة إيا مقع الله إلاليو أيا النبي صلى الله عليه وسلم وحقود القاتي مفسددي إيا مضرر دي منافقين تكو هيا صوتهم حيت هاي وحال لقى جهر تجي يا مفسدك لتو كدرا ودعوة الصمعة يدون الدمتع تاسع كدرا مركا إنا مآلات كلا فيري وروح محا كدا لنكرا محا دباتك إيمان كرا محا مصلحة كدا لنكرا ليسو ميزاما مركا ها ما ليسو ميزاما وحيا لفربادن بو نبي كي استاقي صلى الله عليه وسلم وحيا لفربادن و كتشوك سدي باتشرا وحيا لفربادن قاعدة دا سمي لبادن بو نبي كتل مامي صلى الله عليه وسلم وقتها قابن مركلنا إن شاء الله تعالى ولقيا بإن إنه كهذا الله موضوع عاسي موضوع كله إنه كتابنا لكن أصل كوحويان إن لفيري قاعدة أيضا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بواح لهذا واجي أي تتارك عالم الإسلام قبصدين أو بغداد قبصدين أو مسلمين تلايين أو وبياش بغداد مراي أي بالكامل ليك سعدين ليك سيدو تلمام أيو ابن كثير عليه رحمة الله ملايين مسلمين تيبكت ديك ودري ابن تيمية وأرددس والله الصعدة أيا وحي صومرين نمن تتارا وميل خمرك وعبي أرددي شيخ أمرك وحي تمحين إنا يلانا ورخمرة دا إسكداي ويكرربان شيخ وحي وردايها عبان إنا قداي شيخ دادك خمرة دا أنك قوان وردايها عبان ومعاد عاي تي خمرة دا هداد كعلسان وخمرة دا دايان وصوم يرسدان سوديجي مسلمين تكوسو ميرسن مايان ولاين مايان ها طيب خمر اللعب يديج مسلم اللجو ميرس هذا كيرون يا
ورنيك خمردي ساعة ببلايا كوين بكوك يهضي محو هاي الخمرات كقبط مثلا وح رعيسة مثلا هذا قبص وقات ضد كن قات ككوتشد بيسن خمرات عبة إسكفاسقين تي وعون إسكدل ضل هاي كم مكان هذي وحوجاجي أنت كتشوتشنو هذا كتشوتشنا أن هبنا إن يشيت كجلي دونا ويدد كلاين دونا وحدة دونا يا خمرات هذا ندينين سكل هاللوجة داوي وحلي كل هاللس لكن ما دام أي كرت لنا يسبب إنا يديك تاديان أو دور كجلان ونبيت جلي دخل خل جليان ويسقان تاي اللي بين مفسد دوي تنهرون دعوذ مرك وحيوب ما عندنا إنا دفعنا ست لا ودا دخاد يسوع ورمحات ليك إيمان كرم حاسد ديف كإيمان كر إنا سمي زنت أو هدي مفسد دو أي راجح نقطة تلاوات القاضي سوى حرام هدي مصلحة الراجح نقطتنا تلاوات القاضي سوى مركز يسعة سيدة سدرادت قاعدة أنا إلا إلى ليه الموازنة بين المصالح والمفاسد تعود مرك الله فافين مآلات كم حاكة طلن كرا واحد صمين يسوع أيضا أنا إن إلى ليه ولا جام بارمان ويفربانت مرك فقه الدعوة يقضب ديسة وقت جيبا إن شاء الله تعالى قاري أمر ضافيبا أنت سان إن شاء الله تعالى كوكب كبيني إلهي تبارك وتعالى وحمه يديسنا هنا إنه خاتم الله إنه هجاتشيو دينتنا إنه قصقه إلهي نتبارك وتعالى دتك دينتي سوى ذيجية إلهي إنه قدر تبارك وتعالى إلهي نتبارك وتعالى تشندي سهي نقول كل مية عذاب كان الله ينجح في ذيو جزاكم الله خير وبارك فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد عبد عمر خير الجزاء على هذه الكلمة الطيبة المباركة بإذن الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. قول الله السلد وعدد رؤوسكم عبد الوهاب الاقتصال خاص وحكوها يا درس نادي هذا في رمضان مركز الشيخ وحنا رم كما ود جوابي كرام وحي قصر عد عن تيدا لو سؤالات أيام الشيخ ويدين دونا جزا الله خير سؤال شكوات ولو كان يقول يا هاي الشيخ وان سلام يا علماء دوردان وكان قادمي وحن ويدين يا وحن وحن أرضى يا وحن هاي أرضى اللي جامعة عمود قيب تعافيماتك وحن إسلام جنا رضي الدمر مرمك قاركود وحال نوردقا عشرو درينك كعينيا سيدا سكوحة تسانة يا دي يا دو هذا تاعي وحن كشق يا وحن كم إذا يرد هذا الدعوة كشق ليسا مركز ما هذه يقولنا سحيلة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نصيحة ذو وحويان وأهل من لوما قرسو سعد وأنت النبي صلى الله عليه وسلم صومدي نينكي هواني أركا ويا عجبيسو تيسيها آذو فإن الذي معها مثل الذي معه تنكو عجبيسي وحا أي هايسو يطالي وحا أي هايسو واسكو مت معنى قال لك وضع معنى أنكم رهضوا باهيدي سيا الشهوة دي سوكتو درين كان كعياي أما وابابا أيا أما ويرانيا سيداس درادت وعن قبله لها قرسو وضاهيدا ده قدو إن شاء الله تعالى هذه أين الظروف تكون سامحينين وعن قبله لها مركلة وليستعف في الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله إسئلالي إن درسي قادته ودقيستنا هكتغين محايا لي إن أمد أنفعدا لدونية ورختروا النقط شيد كلاسي مريانا مرر فرا بدن وحافيمات كلوجو برانا ياي خلادات شرعي أكمل منا هديل إلى هلا جو وضع عررنا دخاتير قالا أبلوج عن جري دونا أما كوا أن دين بلاهين بلاجي هم مرك إن الله صبر يوبه أنت هاي قرصو هذا كورسن كرينين الصبر حل كلو النبي وكدرينا
صوم، لأن الصوم كو شهوة واجب يا بني رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنك استودع لي رب ذن الصومي أي لهذين صوم كي وحوى أن جتري وعي. هذا مع ذلك هذا الصوم كي قبته الصومي لهيد وحوى كاتري له. لكن هو الصوم يصير لفتي صار لفانا وعي. محوى هاي أن شركة عريسكي يأونكي يقاتشدي يمنع أن كيري إنه أنت وحلا بشوقة هيوم مركا صونكو سيدي ربط هذه الله صومه لبني آدم كان نفقده شركي سكو شرتا كينيس الشهوة كعس نفقده مركا ستيكو يراتو شهوة يرانيس والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا قوان كرتو قبو دادو نصيحين كرتو نصيحين هذا دانو نصيحين كرنا أودو لهين عدي أدسلي ده وحبي كقوان كرتو قرسي لأن النفتي سنة بدبادة وقجرت مسلمين تنا بدبادة وقجرت نبي قينا صلى الله عليه وسلم صومر إن أنصر أخاك ظالما أو مظلوما ولالك أهيلي هدو قردرين هدي لغا قردرين رسول الله هدي لغا قردرين قرن يوتي والله هيلي هدو يسو قردرين كورن بيده نبي قرد صلى الله عليه وسلم ظلمي قاد كقبن تاسا هيلدي سابو نبي قرد صلى الله عليه وسلم مركا هداد هديقا قوان كرتنا قبو هديقا سيوسن كو قرح هديقا لفتاد يوسن كو قرح هداد قوان كرت قبو داد وانين كرتواني داد عشيك كرتوعشيك هدي آدم قوان كرينين وجهه مركا وحكة قوان كرتا أدوكتها هنا وقارسي سي سجن اللو بتباديو ومدن اللو بتباديو والله أعلم. مسائل مقررين وشيخ والبلويديون والربما لا رأي الشيخ مسألة ذاك القبو إلا ويديون مركا مسائل كانوا لي يقول له قرن يا بن ملي لكن وحرابا الشيخ خنائل جوابتي سمقلو قبل حيث كاله قرآن كا مياه يقرن كرتا امسا جربا مغشان بسم الله الرحمن الرحيم تعداد مقشين سيداد مقشين أوقات إن شاء الله تعالى والله أعلم. جزاه الله خير وأسلاس سيداد مقشين أوقاتها معايا الشيخ وده واحد الصبح وإذين كان يوم جديد وهذا صدق يا بشر وأنت ورياد مقشين مركا طبعا مسألة ذا السنوات أكتين إلى مقالات وثارة للمضى التعي سؤالها يقول كوضا قاعد كرام لكن سؤال شن أيضا نفني قابا مسوكة بقبينة إن شاء الله تعالى وحلية يا إسائيل كني شيخ وحا سومالي ذا كوبضا تاي دوسية دي قرآن كا أولا قد اكتاي دوسي عيدا مضى لقى قرام ويلاش تقنك القرآن كأسرية وحلو قراء وحلواصلة وصوب قراء سائل كحق أولي وانا شكنا الشباب أن قوة أما قوة إسقرحية محاد قلت لله شيخ دليل رضا. بسم الله الرحمن الرحيم horta mid saxma anoo idin la joogin baan garanayaa inay saxayeen in dugsiyada quraanka la yiraahdo ciidamada laga diraa salaasaba sala saxba
أرنت السنة وأرن خلط أه لجنا يا أبو إن لوجو مرمر صادو دكسية القرآن كإن صاب لوجا دكت دكسية القرآن كوا دكسية القرآن معلمين تنا ومعلمين القرآن لكن مد خلطا لجما واي سيدا مجتمع مد خلطا ومعلم مد إسكول ديجا يمد جامعة ديجا يمد بنان كتاجر يمد جن عصدا يمد سياسي وخلطا بلا ما واي هذا الله ما عميمه ولا بيله هذا السياسيين تاو حاسمه كان عصتدا وحاسمه مساجدا وحاسمه مساجد كنت كذا كوا بدن وخربا والتكفيرة وضدك قال يسين هاي وإن لين الله يا وقبا الله ين قرحيه مساجد كنت كنا يا طيب مساجد دي بالله قلبي نورهن صح ما عبارة داسي عبارة صح ما أنت بدن نوح ذريعة يصوب لوجدك تا إن دكسية الله قاله مرك القرآن كوا إنه كرامة دي سياشو معلمين تكرامة ده يشان أن لو واحد جود بيم وياه توا قدم قدم كله بعد وحوي سي جود أما هن نقض المسجد أما هن نقض الدكسي أما هن نقض الشارع دائرة مسلم كأه وحندون يا إنا إلى هذا أفكار تخلدن إسكيل عليه أفكار تخلدن وخربا وشاتي الدينات قبته ومقع الجهاد حنبارسن و أمدي دين تادي يتعود هذه يعلم هذه يحول هذه يسوق هذه يمساجد هذه منا أنو أبيالين مرنا بوحاسي جهادنا ما نقنكر ديننا ما نقنكر وعلى يابله أن أذ وحلا لا يابا دين تشن يتبن شرك هو أركي سيدة شرك عالم كانوا أركي واي بلدنا كورمان لما تنشر شن يتنشر بي دين تاسي او ظاهرتي سيدي تنشر كي عالم كأها لحظاً صننا دين تن مرنا برنا مرنا كشقين هايين ويو داهيري ويدي وربال ادينكو كو قالها سفرة ياه هل حد على وي عجب بضان واميد كليه شن نظام وحا ايقا يابي سي افر تنشر كو اوسن راسنين ايشن يتنشر كو راسنه ياه أفرتن شيرس قرحين أيه ولقين مارتن، أفرتن شير كتشنن مرة وياه، أفرتن شير كهوا تشنن ذا إيو آخر الضون كهجاب بدن، معه أفرتن شير كيسوق قرحين وياه، وشان يتم شير كيسوق قرحين أيه.